مشيت ورك عيني مشيت مشيت ورك عيني يجي حرسن وقلبي تريح ورك حزين السودان يعني دائما الناس بيعرفوه يا خبر بتاع حاله اقتصاديه تعبانه ولا حاله سياسيه، المهم يعني القصه لا سياسه ولا اقتصاد، انما يدوك فرصه عشان تتكلم عن شيء اجتماعي ثقافي، دي بتخليه بتكون فرصه بتخلي الواحد يكون سعيد. يعني شايف انها فرصه كويسه جدا عشان الناس يعرفوا السودان يعني بالشكل الثاني بتاعه. بتدي انطباع انه الحفله هتكون جميله، يعني لو زمان ما استمتع بشغل هنا زي ده وكده، فالليلة شكله هيحصل. في معانا برضو هنا في الفرقة المجموعة اللي هنلعب هنا، في وافر شيخ الدين جاء من اسبانيا، في ماتياس من هنا بلجيكا بيلعب درامز، في تيم برضو من هنا بلجيكا بيلعب ساكسفون، ومتكيفين جدا من الفكرة بتاعت انه يجوا ويشتغلوا مع ناس نوع بتاع موسيقى هم ما مر عليهم قبل كده، او انواع بتاعت ايقاعات ما مرت عليهم قبل كده. افتكر انه اليوم الليلة حيكون حافل جدا وحيكون يوم جميل، وحيلم السودانيين كلهم ان شاء الله من هولندا ومن المانيا ومن الدول الجوار هنا في اوروبا، فحيكون في يعني مجموعه كبيره جدا من الناس يعني مشارك في حفل الفنان شيخ حبيب احمد والفنان عمر بنجا، والتحيه لهم
وهم تمتد نشاطاتهم الفنية خارج السودان، ونرجو للجميع سهرة موفقة. سمحو سمريا محبوبتي لفتاة غزالة، خضرو مزكية بشوق الأرضي عيون فحالة، زهرو برية وجنب النيل مشهولة جلالة. دريانا ندية بعرق النار والناس قال يا خوف عليا عبر السبات ما هلو الوالا، سمحوا سمرية كسدني بسالة، قلت ليه هنيا ميتين متلم والحال بطالة، من فرح البيا نزعت الخوف وكسدني بسالة، قلت ليه حالي بطالة. قالت لي غنية وانت معانا مستورة حالة، سمحة سمرية يا ابني يا كتبت قصيد وبقول مقالة، بيتفتح بيا معاني غناي تدي له مجالة، بواك يا ابني يا كتبت قصيد وبقول مقالة، بالسودانية محبوبتي لفتاة غزالة، سمحة سمرية سلام.
السلام عليكم. أنا وليد معروف، أسكن هنا في مدينة أسطندة. مدينة أسطندة هي في أقصى الحدود البلجيكية مع بحر الشمال، وبعد تعدي بحر الشمال طوالي معاك إنجلترا، هي واقع في النص بين هولندا وفرنسا. أنا ساكن المدينة دي من سنة 2003، بعد تخرجت في جامعة لوفين في الهندسة المعمارية، وتزوجت من بنت من بنات البلد هنا، درست معي معمار برضو في نفس الجامعة، واشتغلنا في مجال المعمار مع بعض هنا. فالثقافة السودانية بحكم ارتباطها معينة في الثقافة السودانية والإسلامية قدرت تعمل ديزاين لمسجدين في بلجيكا، وصممتهم بصورة جميلة جدا، وقدرت تخلط الثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الأوروبية. ده مسجد صممته أولى لله في جنت. يا سلام. ودي طبعا من أكبر مميزات شنو الزواج ده، إنه قدرت حفظت الثقافة بتاعتنا تماما، الثقافة الإسلامية، الثقافة السودانية. ومن الحاجات الظريفة برضو يا الطيب الخطة دي، شوف فعليا ما يكون نقول لهم مثلا اللي جايين لنا ضيوف ناس الطيب ديل، بيقوموا يقول لي من وين يقولوا لهم من السودان، أها ياتوا اللغة فلا دارين عارفوا ياتوا اللغة ومن ياتوا بلد، لأنه طبعا بيجوك ضيوف كتار، يجيك ناس من الهند وناس من وين، البلد مليانة ما شاء الله. فدي من القصص الظريفة بتاعت الخطة دي. انا التقيت بها في الجامعه، في كنت بعمل في ماجستير في الهندسه المعماريه في جامعه لوفين في بلجيكا هنا، والتقيت بها هي ذاتها بتعمل في نفس الماجستير، تخرجنا مع بعض وارتبطنا ببعض وتزوجنا، وزارت السودان مرات كثيره، والنتيجه بتاعتها يعني تعلمت اللغه وتعلمت الثقافه وارتبطت بالدين الاسلامي، و ارتباط ذكي انا بعتبره، ارتباط بتاع يعني عاشرة المسلمين وعاشرة السودانيين، فاخذت كل جميل من كل حته. ثاني يوم طوال انا فاكر يوم واحد ليه دي الراسه في باميه عادي كده باميه مفروكه. لو انت بتعمل بامية مفروكة؟ انا عملت القراصة. عملت القراصة؟ اي خلاص احنا بعد ما ناكل بنوريك رأيي تمام. لكن غايته مين هسي الريحة بتاعتها حلوة شديد. مشكلة؟ ايوة شكلك عاملة ما أول مرة عملتها كتير. عملت القراصة كتير؟ اي شكلك عاملة بهارات كويسة كده. طبعا بهارات بتجيبها من وين يا ابو؟ من السوق الدرمان. السوق الدرمان؟ هاي احنا عندنا هنا دولاب اسمه سوق الدرمان، حاجات كله من سوق الدرمان. عندكم دولاب اسمه سوق الدرمان عادي؟ والله يا اخي احنا مشتهينك للسودان. بس الكفته دي اللي اكلها نص الصادق، انا حاكل الكسره والقراصه. تاكل الكسره هسه زي العجب. وملاح شوف الملاح ده ظابط كيف. الملاح خطير. بالهنا. الله يهنيك. خلاص يا مولا. Thank you.
تبقى سواء انت عارف اسم السنترال ليه؟ عليك الله تعالى احكي لك القصه دي. تعالى شوف المنظر ده. انت عارف اسم السنترال ليه؟ دي شركه الكهرباء. قامت شركه الكهرباء تبرعت للبلديه بالجزء ده من المبنى. الجزء المبنى ده كبير جدا، انت لو شفته من برا ضخمه جدا. ها؟ تعالى شوف باقيه. السنترال المحله دي ده عايز يبقى متحف. ما بيستخدموه. دي الكهرباء، دي المكنات بتاعت الكهرباء القديمه. دي كانت اسمها السنترالة باحتوار السنترالة بتاع الكهرباء، عايش شغل عداد زمان وهنا.
كويس. في غربك عروس عدى غربي الرمال وفي شيء تزلع عدادات السودان اي نفسها. في غربك عروس عروس الرمال وفي شركة الجمال وجنوبك واسع مجال يا حلاب رطبك في الشمال يا في غربك عروس عروس الرمال وفي شركة الجمال وجنوبك واسع مجال يا حداد رطبك في الشمال يا انظر يا ربوع سودان حيك وانت بني امانات تطرب الجميع عيالك في كل البقاع ترضى لك طوال الفرح في بالك يربح شفنا استقبالك سودان الحيق تمام تطرب الجميع عيالك في كل البقاع ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوح شفنا استقبالك بنعيم الجنوب جد لنا ومن بيت كردفان أغنينا في شركك رصيد وادينا شمالك فيه بركاوينا يا روح سودان حيك ده كل ملا تطرب الجميع عيالك في كل البقاع ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوع شفنا استقبالك تطرب الجميع عيالك في كل البقاع طوال الفرح في بالك يا ربوع شفنا استقبالك حيك في الغراب والبادية وفي كل الأراضي الهادي في الخرطوم ظهورك نادية ودواك النفوس تكرار يا ربوع سودان نحييك وانت انظر 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 يا ربوع سودان نحييك وانت كل انظر يا ربوع سودان نحييك وانت انظر
يا ربوع سودان نحييك وانت كل امان. طبعا قبل كده انتوا شفتوا مريم في هنا في سنة 2009 كانت بتشتغل بيانو وغنت لكم بالعربي امي اظن. ومن الوقت ذاك لسه تطورت كثير جدا في البيانو وده جاء عشان لانها هي مهتمه جدا بالتمرين بالتحضير. الاكاديميه اللي بتقرا فيها كمان دائما بتحاول تختار اساليب استايلات مختلفه يعني هما لحد ما بيحاولوا يعلموك اساليب مختلفه في الموسيقى. هي الان قررت انها تدرس جاز. Are you going to do that? Yes. Okay. Okay. So, يعني هي يعني هي طبعا كمان بيجا عندها اهتمام في الفتره الاخيره بالموسيقى السودانيه. انا بتصور انه قريب ده يعني حاول اشركها في بعض الاعمال حقتي مع الفرقه بتاعتي. لكن في احتمال كمان تجي السودان تشارك في جائزة غادة للشباب للأدباء والفنانين حتكون الشباب الفنانين يعني. فحصل طلب من الـ من الـ 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 الناس المنظمين بأنها تجي تشارك مع الشباب المرة الجاية. I told you about it. Yes. To go to Sudan to play there. Yeah. Okay. So, شكرا. المغربيه نسيب حرام حرام نجر الريح.
فيك الشوق الليل وتنهينا كانت الأحلام حلم غريدة والنسيب حرام حرام النبت ونريدة يا حبيبي تعال كيف بتنساني وكانوا أهل الريد أصلا الريد في القلوب بتدوم وما للجاري a lot. I am a Belgian jazz musician and this was for me a great experience to do. This Sudanian music is something different than what I do normally and it gave me new perspectives in life as a musician. All those rhythms I know kinda but it's different than what I do and it was great to play and improvise with my colleagues. What's his name? Gandhi and Aziz. Yeah, it was great fun. Yeah, with the great Sherhabil. I don't know. I didn't know him before, but now I do, and I will never, never, ever forget him. أنا اسمي رزا خالد الصايغ. عمري 12 سنة. و جيت بلجيكا وعمري كان سنة. والفن السوداني جميل عجبني شديد مختلف عن هنا. ولاقيت فنانين سودانيين الحفلة كانت رهيبة والله كل الناس بيغنوا وبينطوا عزل صاحبي أسيز هو برضه بيحبها كنت جيت له؟ هو قال أعي بحبها الغنية الحفلة لأني عندي كل الخير وجاهي مرحة الدنيا ودواها في شعاع النور عرفتك وكنت زي شفتي قبل ألقاك
اضحكي للزمان الجاي، اضحكي للزمان الجاي، وتتفجري مسامك ضي مع الصبح الغشال شوي، الصبح كأني معاك كائن حي، كالمصفى كنه الحل، عندي كل الخير فرحة الدنيا ودواخلك في شعاع النور، عرفتك وكنت زي شفتي قبل ألقاك، قبل ألقاك قبل ألقاك، وزي إنك بتنطوي فرح جواي جواي، وتمسح يا الراية الطير، وتضحكي للزمان الجاي، تضحكي للزمان الجاي، وتتفجر مسامك طيب مع الصبح الغشان شوي، الصبح الغشان شوي، صفاء كنه الحل، عندي كل الخير وجاهي فرحة الدنيا ودواهي في شعاع النور. وحسيسك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل تتجمل، والزمان أجمل عشان تجعي ملامح ضياءك، كل ما نجمة تتحول تتحول، ففارقك والعمر عندك زهيرات غشاها الضل، حسيسك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل، ففارقك والعمر عندي زهيرات غشاها الطب، حسيتك بتتجمل جنواتك بتتبارك مع الأيام، وتتجمل تتجمل، شطبت ملامحك فيه يا زي ما كنت في الأول، عشان تفضل ملامحك فيا ملامحك فيا
ملامحك فيا. شط ضلي ملامحك فيا زي ما كنت في الأول. حاجة جميلة جدا، والليلة يوم اتعكس فيه ثقافة سودانية حقيقية عن جد يعني. وشفنا أسياد البلد البلجيك، وشفنا المغاربة، وشفنا جنسيات مختلفة كثيرة متفاعلة تفاعل كبير جدا ومتجاوبة مع الحدث ده. ومشكور كثير جدا الأستاذ شرحبيل أحمد والأستاذ عمر بنقا، عكسوا يوم سوداني أصيل والله عن حق. والله نحن رابطة السودانيين بوستندا على بحر الشمال ببلجيكا هنا، اللي هي رابطة اسمها كوش. حبينا نشارك الأستاذ شرحبيل بتكريم بسيط جدا جدا، حسينا برمز من الفن السوداني عبر المحيطات وجل أوروبا، فكانت نغمته على كل إذن، وكانت الفرحة كبيرة جدا جدا. ونحن بنكرم الفنان شرحبيل باسم كل الجاليات الموجودة في بلجيكا، بروكسل، غانت، أنتويربن، وكانت فعلا لفتة بارعة جدا جدا جدا، ورسالة من غير حواجز من السودان إلى أوروبا. نرحب بأستاذنا وحبيبنا وأستاذ الفن السوداني الفنان شرحبيل وفرغتنا، وده شرف لنا كبير جدا ببلجيكا، وعلى رأسنا وعلى رأسنا لأنه أدى رسالة كبيرة جدا جدا، وده جزء بسيط جدا جدا من الرسالة اللي أداها لنا بلجيكا. شكرا جزيلا، وهذا سعيد بهذا التكريم والإدارة العظيمة، وهذا كل محبتكم جوهنا. مشتاقة للسودان ولكل تفاصيل السودان بكل حياته، والحفلات السودانية أكيد حاجة يعني بتحس كل وجدان أي زول بر البلد، وبنحس بشوق وحنين شديد يعني. مبسوطين والله، الحفلة كانت جميلة خالص، وشرحبيل غنى حلو خالص، يعني احنا انا ما طولت خالص يعني، جيت من السودان تقريبا لي زي سنة وثمانية شهور، جينا من هولندا نحن، ربنا الحفلة هنا ببلجيكا، جينا على حس شرحبيل يعني. احنا هنا يعني مفتقدين اللبس بتاع الثوب السوداني، لانه طبيعة البلد وطبيعة الجو بتجبر انك تلبس لبس يعني ما سوداني، لكن بننجبر انه نلبسه، فما بنصدق انه تجي حفلة نلبس فيها الثوب السوداني ونفتخر به خالص خالص يعني، برغم صعوبة الجو وبرغم كده، لكن لما نلبس الثوب السوداني ده بنكون مبسوطين خالص. انا نهلة مهدي محي الدين، مقيمة في بلجيكا، فنانة تشكيلية. اليوم كنا حضور في حفل الفنان الكبير شرحبيل أحمد، وكان حفل جميل وناجح بمعنى الكلمة، كان في حضور مشرف من الجانب البلجيكي ومن الجانب السوداني، وحقيقة الحفلة كانت ممتعة جدا، وحتى التعليق ما كانت بس من الجانب السوداني، من الجانب البلجيكي برضو، حتى في كان في بعضهم كان سأل عن اسطوانات للفنان شرحبيل، لكن للأسف الفنان شرحبيل ما كان معه اسطوانات للبيع. فإحنا كجالية كسودانيين بنتمنى إنه تاني الفنان شرحبيل يشرفنا وتتواصل الحفلات الجميلة يعني. والله حفلة جميلة جدا أعتقد، وتجربة يعني بتوري إنه يعني جمهور متابع حاجاتنا كويس، وأنا سعيد بها جدا حقيقة يعني. الفن هو ذاته رسالة، وفي نفس الوقت هو بيكون حلقة بتتوصل بين زول وزول وبين ناس وناس وبين عالم وعالم، وأصبحت الموسيقى والفنون يعني لغة بتاعت تداول العالم يعني. وأكيد آه
هي أداة بتاع التوصيل بتاع المشاعر يعني ومحبة كده. أتمنى إنه يعني في المستقبل تكون يعني الناس المسؤولين دي رسالة ليهم يعني إنه يفتحوا المجال للفن السوداني ويدوا الفنان ده السوداني كل الفنان السوداني لو تشكيل ولا سينما ولا موسيقى ولا غناء ولا رقص يدوا الفرصة بأنه يصعد في العالم لأنه ده بالذات بيخلي السودان عنده مشاركة حقيقية في العالم. يلا ها اجيب يا ديمبو ديرنا ناس ناصر عباس
البيت جهات الحبيب جيتار هيثم موسى على الكورديون وافر شقدين وعلى البيكشن أسامة مليجي وعلى الدرام فتاس وعلى الكيبورد سعيد العاقد وعلى الساكسفون عبد العزيز على الساكسفون تنور تيم أكا وعلى الفلوت غاندي آدم شكرا جزيلا للحفلة الحبيب وعمر وانا Bye-bye.